قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناة احمد فتح الله اللي هيتم فيها نشر فيديوهات متنوعة كل خميس الساعة 8، والرابط هسيبه لكم في الوصف. وفي اول تعليق مسبق، بيبدأ فيلمنا مع اتنين بيكونوا في السيارة وبنلاحظ ان هم متوجهين لبيت معين بحجة ان هم متجهين لاصدقائهم ومتلخبطين في عنوان البيت بتاعهم، وبيكون ساعتها فرد من المخابرات اسمه جيمس سمع اللي بيقولوه، وبنعرف ان هو مكلف باقتحام البيت ده هو والاتنين اللي بيمثلوا ان هم تايهين لان جوه في معلومات سرية تهم المخابرات. وساعتها جيمس بيبلغ القاعدة علشان يعرفوا كم شخص جوه البيت، فبيقولوا ليه ان هم خمسة ومسلحين. فبنرجع للاتنين اللي بيخبطوا وبيكونوا برضو من ضمن فريق جيمس، وبيفتحوا ليهم اللي جوه البيت وبيقولوا ليهم ان هم جم عنوان غلط. بس فجأة شخص من اللي جايين بيرمي قنبلة ضوء وبيقدر هو والبنت اللي معاه يسيطروا على البيت بالكامل، بس وقتها بيكون لسه جيمس بره زي ما بيأمره القائد بتاعه. بس بنرجع للفريق اللي اقتحم البيت، بس بنلاقي ان هو بياخد كل المعلومات السرية اللي تخص البلد، وبنفهم ان هم فريق من المحترفين وهم من المخابرات ومهمتهم حفظ البلد من الارهاب. ولكن لما بنروح للقائد بتاعهم بنلاقي ان هو بيشوف الاقمار الصناعية حركة غريبة جوه البيت، فبيرشد الفريق ليها وبيقولهم يدخلوا باب مش بيكون موجود، فمش بيفهموا. بس فجأة بيطلع ان في باب سري وفي شخص وراه وبيضرب نار عليهم وفعلا بيقتل منهم شخص، بس الفريق بيقدروا يستعيدوا قوتهم وبيخلصوا عليه. ولما بيحصل ماس في البيت هم بياخدوا المعلومات وبيمشوا من البيت قبل ما بينفجر، وبتكون المهمة نجحت. بس تاني يوم بنشوف ان جيمس بيشوف الاخبار وبيلاقي ان الجماعة اللي قتلوهم كانوا من الجيش الروسي ومش معروف ايه اللي جابهم امريكا. بس الشيء اللي بيضايق الناس ان بيكون منهم شاب عنده 18 سنة وانه برضه اتقتل، وبسبب سرية المهمة الاخبار مش بتكون عارفة مين اللي خلص عليهم. وبنفهم وقتها ان قائد العملية كان بيشوب، بس لو كانت الاتصالات اتقطعت معاه اثناء المعركة كان هيبقى القائد بتاعهم القناص جيمس، وده بسبب انه هو صغير كان عبقري في الدراسة وقدر يحقق انجازات كتير في سن صغير. بس مشكلته انه كان متهور جدا وعصبي، علشان كده والدته خلته يلبس استك في ايده وقالت ليه لو حس بالغضب يضرب نفسه بيه علشان يهدى ويفكر بعقله تاني. وبعد فترة حصلت حادثة ليهم قتلت امه وابوه واخوه الصغير، وهو فضل في غيبوبة لفترة طويلة. بس لما فاق اثبت فعلا ان هو عبقري، وده خلى المخابرات الامريكية تضمه ليهم لانه كان عنيف وهيقدروا يستفادوا منه. وفعلا مع مرور السنين بقى قائد لفريق والكل بيثق فيه، وبعد 18 شهر من تنفيذ مهمة اخذ المعلومات بيكون جيمس في مقهى وبيجوا ليه اعضاء من فريقه وبيحكوا ليه على مهمة كان بينفذها فريق تاني، بس محدش من الفرقة ديت قدر يلاقي في مكان البحث القنابل النووية. ولكن جيمس بيتضايق لان اليس عضوة الفريق هي اللي قالت ليهم مكان البحث على القنابل النووية، وبيروح لها وبيعرفها ان معلوماتها طلعت غلط. ولما بيسألها على الشخص اللي بيدي ليها المعلومات بترفض تقول له لان ده سري، فبيسيبها وبيمشي وهو متضايق. وتاني يوم بيروح للقادة بتوعه وبيتكلموا على القنابل النووية وبيقولوا ان هما لازم يلاقوها علشان السكان ما يبقوش في خطر. وفي الوقت ده بنروح لضابط اسمه ليه بيكون في عربيته وبيروح لمبنى المخابرات وبيقتحمه بالعربية، وبيوري لكل افراد الجيش والمخابرات هارد بيقول ان عليه اماكن القنابل النووية. وساعتها افراد المخابرات بياخدوا منه الهارد وبيأيدوه وبيدخلوه للمقر، وهناك بنعرف ان اليس تعرف ليه وانه اللي بيديها المعلومات. فبيقولها جيمس ان هما لازم يعرفوا الرقم السري للهارد اللي ليه جابه، لان الهارد مشفر ومعمول بطريقة لو محدش فك الشفرة اللي فيه هيفجر نفسه بعد 8 ساعات. فبتعرفوا اليس ان صعب جدا ان هما يرغموا ليه على اي حاجة لانه ما عندوش عيلة ومش بياخد فلوس مقابل المعلومات اللي بيديها للحكومة، فبتقرر تروح تتكلم معاه. وفعلا لما بتعمل كده ليه بيقول لها ان هو مش هيتكلم ولا هيقول ليهم على الرقم السري للهارد الا لما يخرج من البلد ويكون في امان. وساعتها بترجع ليهم اليس وبتعرفهم اللي ليه عايزه، فبيضايق جيمس. وقتها بيجي ليهم رئيس شرطة المدينة وبيقول للقادة يسلموا ليهم، ولكن جيمس بيرفض لانه عايز منه معلومات. وقتها بنرجع ليه اللي الاطباء بيتأكدوا من صحته، بس هو بيلاحظ ان هما متنكرين بسبب اسلوبهم وفعلا بيحاولوا يقتلوه، وبيطلع ان هما من عصابة. ولكن ليه بيكون قوي جدا وبيقدر يقتلهم كلهم.
وبنرجع لرئيس المخابرات اللي مع رئيس الشرطه جوني وجيمس، وبيسمعوا صوت الضرب فبيروحوا ليه، فبيقول جيمس لرئيس المخابرات ان هو وافق ينهي الليل لخارج البلاد لانه وضع عليه فعلا محترف ووراه اسرار كبيره. وقتها بيجي بشوبر اللي مسؤول على عمليه نقل ليه خارج البلد وبينظم العمليه، بس في الوقت ده بياخد جيمس ليه وبيحطه في عربيه مع فريقه وبيبداوا يتحركوا للمطار، وبيشوب بيوجههم للطريق الامن. واثناء الطريق بيسال جيمس ليه هو هيديهم معلومات مهمه زي ديت بدون فلوس، فبيقول له ليه ان الشرطه السبب في قتل عيلته وان المعلومات اللي معاه هتقدر انها تدمرهم، وبالشكل ده هينتقم لعيلته ويحمي الناس من القنابل النوويه. بس فجاه عصابه بموتوسيكلات بيظهروا للفرقه وبتحصل عركه قويه ما بينهم، ولكن الفريق بيكون اضعف فبيهرب جيمس بليه لمطعم تبع المخابرات. بس اثناء الطريق بيشوف جيمس جوني رئيس الشرطه بيراقبه وبيعرف ان هو ورا كل ده، فبيروح ليه وبيساله ليه هو بعت لهم موتوسيكلات، فبيقول له ان هو عايز يقبض على ليه قبل ما يهرب من البلد، فبيعرفه جيمس ان هو يحميه ويخرجه من البلد وهو كويس. ولما بيرجع جيمس للمطعم بيهجموا عليه رجال جوني وبيكونوا عددهم كبير، فبيجي ليه وبيساعده وبيقدروا مع بعض يقتلوهم ويهربوا من المطعم. بس اثناء طريقهم سياره بتخبطهم وبيكونوا متحاصرين برجال جوني رئيس الشرطه، فبيدخلوا مبنى وبيكونوا قربوا من المطار، وبيفضل جيمس يتبع تعليمات بيشوب علشان يوصله للمطار. بس جوني بيودي رجالته لجيمس وليه، وفعلا بتحصل حرب قويه ما بينهم، وساعتها بتكون اليس متحصره لوحدها، وبيشوب بيطلب من جيمس يسيبها ويهرب للمطار مع ليه. بس جيمس بيرفض وبيقول ليه يساعده، وفعلا بيثق فيه وبيديه سلاح وبيروح ليها، وبيقدروا يقتلوا الرجاله اللي عندها وبيركبوا عربيه وبيكملوا طريقهم للمطار. بس جوني رئيس الشرطه بيقف في طريقهم، وساعتها بيطلب جيمس من بيشوب يفجروا بالقصف الجوي، وفعلا بيشوب بيفجر جوني والفريق بيوصلوا طريقهم للمطار. ولما بيوصلوا وقبل ما بيهرب ليه من البلد بيقول لجيمس على الرقم السري للهارد، فبيدخلوه القاده وبيقدروا يعرفوا اماكن القنابل النوويه. وقبل ما بيدخل ليه الطياره بيقول لجيمس يسلم ليه على بيشوب، فبيستغرب جيمس لان بيشوب القائد بتاعه في السر والمفروض محدش يعرف، بس مش بيهتم. وبنعرف ان اليس مع ليه في الطياره علشان توصله لبلد تانيه وترجع هي بعد كده، ولكنها بتلاحظ ان هو بيعمل حركات غريبه بايده، ولما بتساله بيقول لها ان هو بالحركات ديت بيركز في شغله اكتر، بس هي بتقول ان الشغل خلص. وقتها بيلاحظ بيشوب ان ضربات قلب ليه سرعت وبيقول لاليس ان خطته نجحت. وفجاه الهارد اللي مع المخابرات بيتسبب في تهكيرهم وبيظهر على شاشتهم صوره الشاب اللي مات في المهمه اللي من 18 شهر. وقتها بيدخلوا عليهم قوات روسيه وبيقتلوا بيشوب وكل اللي معاه، وبيتصدم جيمس لما بيسمع صوت ضرب نار في الطياره وبيعرف ان اليس ماتت وان ليه ضحك عليهم. وبعد كده بفتره بيجي وهو مع القاده وبيقول لهم ان ليه كان فيروس اتزرع في امريكا وان السبب في كل ده الشاب الروسي اللي مات، وبالصدفه والدته كانت صاحبه نفوس في روسيا. بس بيعرف القاده ان ليه كسب جوله قدامهم، بس الحرب ما انتهتش، وبنعرف ان هو هيطرده علشان يقتله.